عليه السلام أن القضاة والعلماء ما كانوا يتمكنون من الجلوس عنده، فإذا مثل أحدهم بين يديه كانت ترتعد فرائسه ويتغير لونه ولم يقدر على التكلم. يا مستمعين الكرام، صلوا على خير الأنام محمد صلى الله وآله وسلم. روى ابن شهر آشوب في المناقب قال أبو حمزة الثمالي: حج أبو جعفر عليه السلام وحج هشام بن عبد الملك لعنه الله في سنة، وأقبل الناس ينثالون على أبي جعفر عليه السلام، فتعجب هشام من اجتماع الناس عليه، فقال له عكرمة: من هذا الذي عليه سيما زهرة العلم؟ لو جربنه. فلما مثل بين يديه ارتعدت فرائسه وأسقط، أي هشام، في يد أبي جعفر عليه السلام، وقال: يا ابن رسول الله، لقد جلست مجالسا كثيرا بين يدي ابن عباس وغيره، فما أدركني ما أدركني آنفا. فقال له أبو جعفر عليه السلام: ويلك يا عبيد أهل الشام، إنك بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وفي مدحه يقول الشاعر: إن علوم المصطفى لباقر العلم انتهت، أبدى إلينا ما به محافل العلم زهد، وقد أشاد للهدى الأركان بعد أن وهد، فخالفته عصبة للحق بغيا سفهات. اللهم صل على محمد. قال الراوي بإسناده عن عبد الله بن عطاء المكي قال: ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام، ولقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلاله في القوم بين يديك أنه صبي بين يدي معلمه، وكان جابر بن يزيد الجعفي إذا روى عن محمد بن علي عليه السلام شيئا يقول: حدثني وصي الأوصياء ووارث علوم الأنبياء محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام. قال الراوي: وفي رواية بالإسناد عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أقبل رجل فسلم، فقال: من أنت يا عبد الله؟ فقال: رجل من أهل الكوفة. فقلت: فما حاجتك؟ فقال لي: أتعرف أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام؟ قلت: نعم. فما حاجتك إليه؟ قال: هيأت له 40 مسألة أسأله عنها، فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته. قال أبو حمزة: فقلت له: هل تعرف ما بين الحق والباطل؟ قال: نعم. فقلت: فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل؟ فقال لي: يا أهل الكوفة،
أنتم قوم ما تطاقون. إذا رأيت أبا جعفر عليه السلام فأخبرني، فمن قطع كلامه حتى أقبل أبو جعفر عليه السلام وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج، فمضى حتى جلس مجلسه، وجلس الرجل قريبا منه. قال أبو حمزة فجلست حيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس. فلما قضى حوائجه وانصرف التفت إلى الرجل فقال له: من أنت؟ قال: أنا قتادة ابن لعام البصري. فقال له أبو جعفر أنت عليه السلام فقال له أبو جعفر عليه السلام: أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم. فقال له أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة، إن الله عز وجل خلق خلقا من خلقه فجعلهم خلفاء حججا على خلقه، فهم أوتاد في أرضه، قوام بأمره، نجباء في علمه، اصطفاهم قبل خلقه أظلة والله عن يمين عرشه. قال: فسكت قتادة طويلا ثم قال: أصلحك الله، والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس، فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك. قال له أبو جعفر عليه السلام: ويحك، تدري أين أنت؟ أنت بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأنت ثم ونحن أولئك. وفي مدحي يقول الشاعر: يا مستمعين الكرام، صلوا على خير الأنام محمد صلى الله وآله وسلم، باقر العلم يبقر العلم كلا، فلذا أصبحت كمثل الغيوم وبه نارت العلوم جميعا، مذ غدا سلك درها المنظوم، فهو الباقر الذي قد حباه سيد الرسل بالسلام الكريم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الراوي: فقال له قتادة: صدقت والله، جعلني الله فداك، والله ما هي بيوت حجارة ولا طين. قال قتادة: فأخبرني عن الجبن. قال: فتبسم أبو جعفر عليه السلام ثم قال: رجعت مسائلك إلى هذا؟ قال: ضلت عني. فقال: لا بأس به. فقال: إنه ربما جعلت فيه أنفحة الميت. قال: ليس بها بأس، إن الأنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا عظم، إنما تخرج من بين فرث ودم. ثم قال: وإن الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة، فهل تؤكل تلك البيضة؟ فقال قتادة: لا، ولا آمر بأكلها. قال له أبو جعفر عليه السلام: ولم؟ قال: لأنها من الميتة. قال له: فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة تأكلها؟ قال: نعم. قال: فما حرم عليك البيض وحلل عليك الدجاجة؟ ثم قال عليه السلام: فكذلك الأنفحة
فكذلك الإنفحة مثل البيضة، فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين، ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه. قال الراوي بالإسناد عن أبي بصير قال أبو جعفر عليه السلام: مررت بالشام وأنا متجه إلى بعض خلفاء بني أمية، فإذا قوم في جانبي فقلت: أين تريدون؟ قالوا: إلى عالم لنا لم نر مثله يخبرنا بمصلحة شأننا. قال: فاتبعهم حتى دخلوا بهوًا، أي مكانًا عظيمًا فيه بشر كثير، فلم ألبث أن خرج شيخ كبير متوكئًا على رجلين، قد سقط حاجباه على عينيه، قد شد حاجبيه حتى بدت عيناه، فنظر إلي فقال: أمنا أنت أم من الأمة المرحومة؟ قلت: من الأمة المرحومة. فقال: من علمائهم أم من جهالهم؟ قال الإمام الباقر عليه السلام: قلت: لست من جهالهم. فقال: أنتم الذين تزعمون أنكم تذهبون إلى الجنة فتأكلون وتشربون ولا تحدثون؟ قال: قلت: نعم. قال: فهات على هذا برهانا. قلت: الجنين يأكل في بطن أمه من طعامها ويشرب من شرابها ولا يحدث. قال: لست قلت إنك لست من علمائهم؟ قال: قلت: ولا من جهالهم. قال: فأخبرني عن ساعة ليست من النهار ولا من الليل. قلت: هذه ساعة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لا تعد من ليلنا ولا من نهارنا، وفيها تفيق مرضانا. فنظر إلي النصراني متعجبا وقال: لست قلت إنك لست من علمائي؟ ثم قال: أما والله لأسألنك عن مسألة ترتطم فيها ارتطاما كالثور في الوحل، أخبرني عن رجلين ولدا في ساعة واحدة وماتا في ساعة واحدة، وعاش أحدهما 50 و100 سنة وعاش الآخر 50 سنة. قال: قلت: ثكلتك أمك هما عزير وعزرا؟ عاش هذا 50 ثم مات الله 100 عام ثم بعثه. فقال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. وعاش هذا 50 ومائة ثم ماتا جميعا. فقال النصراني غضبا: والله لا أكلمكم كلمة ولا رأيتم لي وجها 12 شهرا إذا أدخلتم هذا علي. وفي مدحه يقول الشاعر: هو من تخضع الرقاب إليه من حكيم مؤدب وعليم، إذ ترى العلماء بين يدي بصغار عادوا لذاك الحكيم، وتراه في القول يلفظ درا يتلالى من بين در يتيم، وكذا العلوم تظهر منه كثمار من فضله المستقيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رويا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان أبي كثير الذكر، لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله وأكل الطعام معه وأنه ليذكر الله، ولقد كان يحدث القوم وما يشغله عن ذكر الله، وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول: لا إله إلا الله، وكان يجمعنا ويأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا، ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر، وإذا أحزنه أمر
وإذا أحزنوا أمر جمع النساء والصبيان ثم دعوا وأمنوا وروي أنه عليه السلام خرج حاجا فلما دخل المسجد ونظر إلى البيت بكى حتى على صوته ثم طاف بالبيت وصلى عند المقام ورفع رأسه من سجوده فإذا موضع سجوده مبتل من كثرة دموعه وكان عليه السلام قليل الضحك وإذا ضحك قال اللهم لا تمقتني وكان يقول في جوف الليل في تضرعه أمرتني فلم أأتمر ونهيتني فلم أنزجر فأنا ذا عبدك بين يديك أعتذر وكان له خلق عظيم فقد كان أحلم الناس قال له يوما رجل نصراني أنت البقر قال أنا الباقر قال أنت ابن الطباخة قال عليه السلام ذاك حرفتها قال أنت ابن السوداء الزنجية البذية قال إن كنت صدقت غفر الله لها وإن كنت كذبت غفر الله لك فأسلم النصراني إمام حق فاق في فض العالم من باد ومن حاضر أخلاق الغر رياض فمن روض غداة الصيب الماطر فرع زكى أصلا وأصل سما فرعا على ذا الفلك الدائر جرى على سنة آبائي جري الجوان السابق الضامري رويا عن سفيان الثوري قال ما لقينا أبا جعفر عليه السلام إلا وحمل إلينا النفقة والصلاة والكسوة ويقول هذه معدة لكم ورويا عن الحسن بن كثير قال شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام الحاجة وجفاء الإخوان فقال بئس الأخ أخا يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا ثم أمر غلامه فخجا كيسا فيه 700 درهم وقال استنفق هذه فإذا نفدت فأعلمني وكان روحي له الفداء لا يمل من صلة الإخوان فقاصدي ومؤمليه وراجيه ويقول عليه السلام اعرف المودة لك في قلب أخيك بما له في قلبك وكان عليه السلام أصدق الناس لهجة وأحسنهم بهجة وأبذلهم مهجة وأعبدهم عبادة وأزدهم زهدا يا مستمعين الكرام صلوا على خير الأنام محمد وآله وسلم هو ذلك النور الإلهي الذي يغنيك عن نور الصباح السافر فضل كمنبلج الصباح وهمتان أوفت على فلك النجوم الدائر ويد إذا انتجع المؤمل رفدها حشدت علي بكل نور ماطر جل الذي أولى مستن العلا فالنجم يرمقه بطرف حاسر صلوات قال الراوي بالإسناد عن النعمان بن بشير قال كنت زاملا لجابر بن يزيد الجعفي فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر عليه السلام فودعه وخرج من عنده وهو مسرور
حتى إذا وردنا الأخيرجة وهو اسم موضع يوم جمعة فصلينا الزوال فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل معه كتاب فإذا أنا برجل إلى آخر الكلام معه كتاب فناوله جابرا فتناوله فقبله ووضعه على عينيه وإذا هو من محمد بن علي عليه السلام إلى جابر بن يزيد وعليه طين أسود رطب فقال له متى عهدك بسيدي فقال الساعة فقال له قبل الصلاة أو بعد الصلاة فقال بعد الصلاة قال ففك الخاتم فأقبل يقرأه ويقبض وجهه حتى أتى على آخره ثم أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكا ولا مسرورا حتى واف الكوفة فلما وافينا الكوفة ليلا بت ليلتي فلما أصبحت أتيت إعظاما له ووجدت قد خرج علي وفي عنقي كعاب قد علقها وقد ركب قصبته وهو يقول أجد منصور بن جمهور أميرا غير مأمور وأبياتا من نحو هذا فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئا ولم أقل له وأقبلت أبكي لما رأيته واجتمع علي وعليه الصبيان والناس وجاء حتى دخل الرحبة فأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون جن جابر بن يزيد جن فوالله ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك إلى والي أن ينظر رجلا يقال له جابر بن يزيد فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه فالتفت إلى جلسائه وقال لهم من جابر بن يزيد الجعفي قالوا أصلحك الله كان رجلا له فضل وعلم وحديث وحج فجن وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم قال فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب فقال الحمد لله الذي عافاني من قتله ولم تمض الأيام حتى دخل منصور بن جمهور الكوفة فصنع ما كان يقول جابر قال الراوي بإسنادي عن أبي بصير قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له أنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم قلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارث الأنبياء علم كل ما علموا قال لي نعم قلت فأنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص قال لي نعم بإذن الله ثم قال لي أدن مني يا أبا محمد فدنوت منه فمسح على وجهي وعلى عيني فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في البلد ثم قال لي تحب أن تكون هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصة قلت أعود كما كنت فمسحا على عيني فعدت كما كنت قال فحدثت ابن أبي عمير بهذا وقال أشهد أن هذا حق كما أن النهار حق يا مستمعين النظام صلوا على خير الأنام محمد صلى وآله وسلم هو نور قد جاء من بعد نور وبدر يضيء بين النجوم من له المعجزات في كل وقت طارت في الملأ بمعنى سليم كيف لا وهو سيد الخلق طرا
وحفيد إلى الوصي الكريم صلوات. قال الراوي بالإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام جالسا في المسجد إذا أقبل داود بن علي وسليمان بن مخالد وأبو جعفر عبد الله بن محمد أبو الدوانيق فقعدوا ناحية في المسجد فقيل له ماذا محمد بن علي جالس فقام إليه داود بن علي وسليمان بن مخالد وقعد أبو الدوانيق مكانه حتى سلموا على أبي جعفر عليه السلام فقال له أبو جعفر عليه السلام ما منع جباركم من أن يأتيني فعذروه عنده فقال عند ذلك أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام أما والله لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك ما بين قطريها ثم ليطأن الرجل عقبه ثم لتذلن له رقاب الرجال وليملكن ملكا شديدا فقال له داود بن علي وإن ملكنا قبل ملككم قال نعم يا داود.